صباح الخير عليكم متابعي ومشاهدي قناه شوف تي في. تساقطات مطريه الحمد لله بالعاصمه العلميه فاس. فهاد الاثلاء الله يدومها نعمه الله يدومها نعمه. بغينا تبقى واحد 10 ايام ولا واحد 15 يوم هكا حتى ترجع للوي ديال الجرايين يا رب. هادشي هذا هو الحلم ديالنا الان مع فوز المنتخب الوطني المغربي. اذا الاجواء مطيره هنا في مدينه فاس. خير تبارك الله. اذا تساقطات مطريه بمدينه فاس، كيفاش دايره الاحوال الجويه عندكم في المدن ديالكم؟ اعطوني التعليقات ديالكم. واش صبحات الشتاء هي كتبان لان من خلال التوقعات الجويه كتبان بان الامطار قادمه للمغرب ان شاء الله باذن الله ابتداء من اليوم وعلى استمرار ولا على طول الاسبوع. نتمنى لانها تكون امطار تجيب النفع ان شاء الله باذن الله. انا كنقول الحلم ديالنا هو نشوف الوديان عادوا الجرايان، هي تعود الجريان الوديان يعمروا الابار يعمروا السدود غتحيا غتزيان الحاله ان شاء الله باذن الله. نديكم شارع محمد الخامس.
الله يرحمنا يا رب. اذا هذه اجواء فاس، امطار الخير والبركه تتهطل في هذه الاثناء بعد طول الانتظار، واللي من المتوقع على انها تستمر طيله الاسبوع يا رب. فالله يرحمنا واللي يعطينا على قد النفع. الله يفرح المغاربه، الله يفرحهم بالفوز ديال المنتخب الوطني المغربي وبتساقط الامطار، يعني بانخفاض الاسعار ديال المحروقات والاسعار ديال المواد الغذائيه. هادشي اللي ولا كيفرح المغاربه الان هو نسمعوا شي حاجه عندها علاقه بالمعيشه اليوميه ديالنا. اللي كطيح الامطار فكنتفائلوا خير، كنتفائلوا خير. لربما بعض المنتوجات اللي هي غاليه، المواد الاوليه الاستهلاكيه، لربما تنخفض في الثمن. اذا كنتفائلوا خير بالامطار، يعني الخزينه ديال السدود غادي تعمر ان شاء الله، ولا كنبقاو متفائلين. اذا شكرا متابعينا الاوفياء، غادي نخليكم الى امل لقاء بكم في بث اخر، والسلام عليكم ورحمه الله.